واخيرا بعد انعزاب طويل طولت لمدة اشهر وانا مظبط بهذه المدينة. ركزوا لي على المدينة كيف شلون هي يا ستير. طبعا مثل ما انتم شايفين هنا عندنا الملكية الساحر. قول لي ارجع لورا. ايوه راح ننتقل لمكان ثاني. مثل ما انتم شايفين هنا عندنا ساحة الملكية، عندنا اضافات جديدة جدا جدا موجودة بهذه المدينة. طبعا الجاراج سنترال والاوبيتال، راح ندخل على الاوبيتال الان. مثل ما انتم شايفين يعني اوبيتال اشياء جديدة جدا 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 كما ترون اعزائي. هنا عندنا الغرف الخاصة لكل مصاب، عمليات تجميل وكل شيء. بس نغير نروح نشوف البوليس. البوليس هنا اشياء تانية. ركزوا لي على المدينه شكلها كيف. راح ندخل على مكان البوليس لان ونشوف مع بعض الاشياء اللي مضافه هنا، عن الاماكن الاسلحه والى اخره. بالنسبه للمابينج في المدينه اشياء مضافه واوبتمايزد يعني بشكل رهيب جدا 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 حبايبي. طبعا اضافات المدن كما ترون الان، راح ننزل لتحت ونشوف الاضافات الجميله. بالنسبه طبعا يعني للسيارات، طبعا ضفنا عدد كبير كبير من الانواع السيارات مثل ما انتم شايفين امام اعينكم حبايبنا. طبعا هذا جزء بسيط من هذه المدينه، استعراض للمدينه البرازرز ار في سيتي. نراكم في المدينه قريبا.